بونجور لي زامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم مزيانه؟ كلشي مزيان؟ يلا هضر اخويا انت. كي دايرين؟ لاباس. بلاش، كي دايرين؟ بالصحه. كم لاباس؟ صافي ساليتي. كي دايرين؟ كي درتو مع السيام؟ كلشي مزيان؟ صحيحه مزيانه؟ صحيحه مزيان. المهم الى مدينه سطات، شكون يمشي معانا؟ المهم الى خرجت غادي نساليكم معايا، تشوفوا المدينه، تشوفوا الاجواء. ايوا كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. شوفوا هاد الايام كاين هالضيع. بصراحه نسيت، كنت باغا نطلق مع شي بنات، بنات رماني ساكنه في سطات، ولكن نسيت ما قلتهاش ليكم قبل. ولكن كنتمنى الصراحه انني نتلاقى مع البنات، كيعرفوني، نتعرف عليهم. نسيت صراحة، كتمشي لي على البال حيت كنمشي ما كاينش الوقت هكا كيكون الزوج العزيز خدام او لا، فما كنلقاش كيفاش ندير انني نعلمكم صراحة. كتجي حتى المشيه كتجي على غفله، حيت دائما كيجي داك الشيء غير بوحدو، ماشي كنكونوا بلانين لي او لا شي حاجه. المهم على كل، كنتمنى انني نتلاقى مع البنات، وغير نحط شي بوست في اليوتيوب تشوفوه. كنتمنى انني نتلاقى بكم صراحة. ها قد وصلنا الى المدينه، غادي نشاريكم شويه في هنا في المدينه، وهانتوما معايا. صراحه الجو هنا زوين زوين زوين، برد، والطبيعه الصراحه هادشي كنشتاقوا ليه، الطبيعه وهاد الخضوره والدنيا مزهره. نحن قبل الافطار، مائدة الافطار عند حماتي، بصح فطوركم حتى نتوما ونتلاقاو ان شاء الله مور الفطور. ما اجمل لمة العائله. كتحمضي الحريره؟ كيفاش كديري كتحمضيها؟ كنحمضها، تخمرها. ها نتوما دايره حماتي معاكم؟ قولي لا بصح كتعجبني انا حامضه، كاين اللي كيكثر فيها مطيشه ديال الحك. لا لا، الخميره تحمل وغتحمر. اللي كنعجنوا بها الخبز؟ لا، طبع البنو. هذيك البلديه؟ مال هذيك كتعجن بالخبز. ولكن ماشي هذيك كتدوري بها. والله الا انا بعدا كتعجبني حريرتك. اجي جيتي عند امي. وزي رجل توحشهم يا خويا. امي بوسي، دير لي بيز، دير لي بيز، دير لي بيزو. اجي هادو حميده. يلا كمل 15 5.
اجيبو سمي شي الوقت كيطير. عرفتي واحد الوحده جارتي اش قالت لي؟ قالت لي وشتي يلا كمل عام. قالت لي سحب لي انا يلا ولدتي العام اللي فات. لا لا ست سنين كمل 24 6. اجي اجي بوس امي. زيد بوس امي. بوسه بوسه. ها آه الحريره الحامض. كره شدة شي واحد الفطور. الله يلا تبارك الله عليك. انا بغيت الحرير. انا غنغسل الماعن. شوفوا لوسي باغي تجوج. قال لكم باغي تجوج لا دبروا لي العروسه صافي. انا غنغسل الماعن. حيدي من قدامي والله تنغسلهم. ها لا ها انت حتى لقيتي من جلتي. المهم شويه غنخرجوا بما صلينا صافي. حنا نخرج خرجوا نوريكم المشروع ديال عكوزتي. شوفي اختي قال لك انا عندي معاك مشاكل كحله وشي نهار نتفتك. اجي اجي حقا غتجاوبي على واحد الكومونتير قديم النهار اللي كنا غادي نبني من الليل عقلتي وقالوا لي يا خلي تلحصي رام علاش ما خليتيش عكوزتك تجلس هي القدام. وكنت جالسه قدام لا واحد اللحظه رجعتي للور. علاش رجعتي للور؟ لا اميره شنو كانت كدير؟ كانت كتبكي وهذاك الشيء علاش رجعتي؟ ماشي اختي انا كنقول لك ما تجلسيش حدا ولدك. انا كنمنعك. دخلوا سوق راسكم عباد الله. ما كتلقاو على من تكومونطيو كتكومونطيو على الحاجه اللي بايخه جدا جدا. زعما الا جلستك اللور ولا القدام هي اللي غادي تفرق بين الاحترام وقله الاحترام. قولي لهم قولي لهم هاد الكلمه اللي قلتي. بحال بحال عاديه. قلا قولي لهم الله شنو قلتي دابا؟ الله يهديهم. والله يهديهم. الله يهديكم. قولي لهم شجعوا لي مرت ولدي. شجعوا لي مرت ولدي. قولي لهم واش انا حادقه ولا لا؟ حادقه. بزز وانا نتشنق عليك اليوم. خاصني ندور معاك قالت لي باش نشهد الزور. شويه. في خارجين خالتي؟ خارجين حلو حلو. غنفضحك اليوم غتندمي علاش جيت. انت شاده ولاده مسكينه. هنيونا. المهم احنا خارجين دابا للمدينه غادي دابا ندوزو الكارفور ياك. قولي لي يا لالا هذا تمشيو للمحل عاد نهضروا في فرحتنا انا وياك ياك الحاجه. قال لك لالا شنو السر اللي كيخلي مرت الولد فاهمه مع دوسه؟ يلا جاوبيهم بصوت مرتفع. المفاهمة شنو اخر واحد الكلمة كنتي قلتي لي شحال هذا؟ عقلتي نهار قلتي لي لا انت قلتي لي وحدة كيخليها راجل يوعد وسط ياكي وكيقول ملي كيجي الراجل كتجي المرأة كتبقى تشكي لي مك دارت لي مك فعلت لي ملي كيمشي هو يسول كيسول امك تقولي لها لا يا وليدي مرت ولدي الله يعمرها دار الله يعمرها سلعه ما تصرفت فيا الخير. كيقول شوف انا المراه اش كتقول لي على امي وشوف امي اش كتقول على المراه واش شو هاد راه قالت والله كيهندسها بعدا كيهندسها شوف اش كتقول والله ما خلاها تطلقها قالت لها وين تمشي كيفاش كتقول لي وادي اش كتقول لي بصح او مثلا خالتي كاينين شي عديزات عقربات ياك ولا لا؟ هذيك ما تقوليش تحر ما فيها تشرب الماء ولكن الصبر صراحه المدينه زوينه في الليل. انا ندور لكم تشوف البلديه صورتها لكم الصباح شوفوا في الليل بلاصه كيفاش كتبان كامله بالاضواء. مازال دابا الدنيا مازال خاويه. هيم ها هي الجريده ها كارفور. دابا خالتي راها ساكنه حدا وسط المدينه. عرفتي البنات ملي كتهبطي كتلقاي كلشي كلشي حداك كتحتاجيش انك تسافري عاد شي بحال حنا كنهبطوا وسط المدينه عاد خاصنا نتقداو داكشي كلشي حدا الدار. ها كارفور تمشينا شويه ما غير قطع التصوير اما كنا بقيت زعما سميتو الله. ها هو كارفور هاد كان سميتها لابيل فياك خالتي. الدنيا خاوية بعدا مع الناس كيصليو. صراحة أنا باش كتعجبني سطات مقارنة مع خريبكة أنا فيها
فيها ماشي فيها جرادي زوينين بزاف فهمتي فين كاين تخرجي ولا داك لي بارك بحال دوك الجرادي اللي خارجين اللي خارجين اخواتي لاصطات واعرين اما خريبكا ما فيهاش جرادي بزاف وعاوتاني باش كتجي تعجبني خريبكا ان فيها الشارع زوين داك الشارع ما كاينش هنا جامعين فراشات كاملين ها والبكايه هذا الكارفور كيعجبني بزاف سطات ديما كنجي ليه عامر فيه الماحن فيه كاع داك الشيء ديال العيالات شو هذا دير جيمس كبار ضايله شوفوا شي وحده ساهله 49 درهم فاصل 90 دايرين اليوم الالوان دوك الطويجنات تا هما كاينين هادي ديال البحال ديالو كاين صغيورين هاد هاد الشحنة ها غادي نمشيو لبلاصة الماعن حنا محرومين من كارفور كيعجبني فيه داكشي ديال الكوزينة الأكل داكشي ديال لي كخيم فخيش كتلقاي فيه بزاف د الحوايج والتخفيض مقارنة مع لي ماركات الآخرين هادو دير اليوم 100 درهم زوينين كريستال بالالوان كاين لي كولور الزرق والاحمر وكاين الخضر والمور كاس ديالهم زوين صغيور على قد اليد الله يلا يلا 12 وقيلة تايس 12 زوينين صراحة عجبوني مو هادوك انتي انا هربتي علي ما خلينيش الله يلا الصراحه ما جيت فين دخلت قوصت على كارفور يلا قلت لهم كارفور تعجبني على لي ماركات الاخرين زعما حيت كتلقاي فيه الماعن زوينين اثمنه مناسبه وكتلقاي فيه حتى لي برومو ديال داكشي ديال الطبخ ساعه ما لقيت الماعن المهم خرجنا شو سميت داك لهاد البلاصه اللي فيها خالتي داك المحل سمالة لا المارش اللي فيه هذا شو شريتي بكري هادي البلديه من اللور ياك هادي وافاكاش هنا في القنت انا نوريكم في الدوره ديالها كاين هاد المعرض انا غادي نوريكم في الدوره فين كاين هذاك المعرض هذاك المارشي فضاء القيصريه بحي السماعله ها نتوما ها الظهر ديال سميتو البلديه جا هو فهاد الزنيق راه جا حداه معرض معروفه خالتي ياك انت معروفه بهاد القيصريه انت مولات القيصريه ياك انت اللي مولاها ياك خالتي ناري داكشي الفخار كيحمقني بلاتي شفتو ها نتوما ها المعرض ها خالتي باقي ما حلوش دابا الناس كيمشيو يصليو كدخلي من الوسط ويا طويس ديال الكحلين وهذوك اللي فيهم ربعه راه ما كحلين هادي العلاق ها شي من تخفيف ايه شي بحال هكا طويس ليه تحط فيهم بحال هكا الا جا شي حد هو انت ما تحتاجيش هذا الشيء يلا نمشي هما هذوك ديال الكحله هما جبانيه كبيره هذيك ديك 4600 ديال الكسكسو كتغطي ولا عيلي عيلي قولي حاجه عجبني الصراحه هذه عجبتني هذه بزليفها يكونوا السبعين هما ما كبارش صغيرين رساري هي طيحني زوينة طويس ثلاثة ما زوينة دياولة هاكا تحطي بجبيب ناتها وتحطي وسط منها ما مش بعيد
شي تمام مزيان. هذاك الطبسيل الكبير وطبيصلاته دير 100 درهم مع هذا. علاش ما تعطينيش السنه الست باصل بغيت صغار؟ دابا كاينين ست باصل والخضر نزيد لك ست باصل ولكن ماشي نفس لاكول. تقدر تكون في نفس لاكولور ولكن غتكون داخله في شي زواقه مختلفه. لا الزواقه نفسها ولكن داخله في شي لوينات اخر بحال الصفر. فهمتي ما عادش معاك. اليوم الزوج العزيز بما انني عرضت عليه ديك المره عرض عليا فيني اكبر مطعم في طرق خريبكا عرض عليا ما بغاش يجاوبها قال لي ما عنديش مال شي الكاميرا والاضواء. لا حتى يلا غادي بسم الله بسم الله. فين اخويا الكوتليت؟ انا باغي الكوتليت. مي جي فين طاتي برد ليا هادشي. ايوا حنا وصلنا لمدينتنا وصلنا خريبكا دابا تقريبا شحال الساعه الوحده. المهم الصراحه بدلنا الجو، كنتمنى تكونوا نتوما نشطتوا معايا وبدلتوا الجو وخرجتوا من خريبكا، وكنت من هذا الفيديو يعجبكم ان شاء الله. والله والله الصراحه انا ما عرفتش ما كيجيونيش انني نحط هذه الفيديوهات، ما عرفتش كيجيني واحد الاحساس بشكل يعني الا درت شي فيديو في الكوزينه وفي شي وصفه ونوريكم شي حاجه اللي كتعجبني كيجيني انني كندير شي انجاز عظيم. المهم البنات غادي نسد معكم الفلوق هنا، كنت من هذا النهار يدوز معايا يعجبكم، وما كرهتش ما كرهتش داموني بالاشتراك وفعلوا الجرس واللايكات اكيد ولي كومونتير، وما تنساوش انني كنحماق عليكم بزاف بزاف. حنا دابا راه فين في الشارع فليراك، الشارع اللي في اللي دوز فيه البيرمي. انا غادي ندوز من حدا المدرسه وغادي نوري عليكم حد جيت لها. المهم الا كانت تبان لكم هذا الفيروج الاول راه هي الجزيره في القنت فوق منها المدرسه. صراحة وحشت البنات والله شحال هذا ما مشيت ليهم. وهذاك اللي لهيه الشارع واقيلا المقاومة ما عرفتش. المهم انا غادي نقرب تما وغادي نوريكم. هنايا حداها قهوة لندن، لندن هاي شتو كاين هنا قهوة لندن لهيه الجزيرة مقهى الجزيرة. هاتو البنات في هذا الشارع كنت انا غادي نسكن في الاول في واحد البارطمات كانوا كبار وزوين، ولكن الحمد لله ربي فكني منهم حيت كنت غادي نتصيد في حياتي كامله. كانوا باردين وكان فيهم الظل فهمت وفيهم الميديتي، وانا عجبني غير الكبور وداك الديزاين اللي دايرين لديك البارطمان صافي لصقت عليها.